رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. في حلقة النهاردة هقول لكم قائمة المسلسلات السورية في رمضان 2023. وقبل ما نبدأ اعزائي المشاهدين، اعملوا لنا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان كل جديد يجي لكم اول باول، وصلي على النبي ويلا بينا. مسلسل معانا النهارده في المسلسلات السوريه في رمضان 2023 هو مسلسل زقاق الجن، واللي هيكون من بطوله امل عرفه وايمن زيدان، وهتدور احداث المسلسل ده في فتره الخمسينات في مدينه دمشق القديمه، وهتسرد الحلقات احداث من الخيال والرعب، والمسلسل هيكون من تاليف محمد العاص واخراج تامر اسحاق. وتاني مسلسل معانا النهارده هو مسلسل سلسله بعد عده سنوات، واللي هيكون من بطوله دايما كاندليفت وسعد مينا، وهتدور احداث المسلسل ده بين زمنين مختلفين. بيبدأ الزمن الأول في فترة الثمانينات من القرن الماضي، والمسلسل هيكون من إخراج عبد الغني بلاط. والمسلسل اللي بعديه معانا النهاردة هو مسلسل سلسلة قلبي، واللي هيكون من بطولة جيني أصبر وعاصم حوات، وهتدور أحداث المسلسل ده حول جريمة قتل تمت في إحدى ليالي الزفاف، وهنشوف الأحداث بتترابط وتتعقد في بداية الحلقات. والمسلسل هيكون من تأليف فهد المرعي ومن إخراج عمار تميم. والمسلسل اللي بعديه معانا النهارده هو مسلسل ضيوفنا على الحب، واللي هيكون من بطوله فادي صبيح ورنا كرم، وهتدور احداث المسلسل ده حول مجموعه من الفتيات والشباب في مقتبل حياتهم، وينتقلون لمدينه دمشق من اجل البحث عن الوظيفه او العمل، على انهم يقيمون بحزمه من الطموحات في منزل سيده، وتتوالى احداث المسلسل في اطار تشويقي بحت. والمسلسل هيكون من تأليف سامر محمد اسماعيل ومن إخراج فهد. والمسلسل اللي بعديه معانا النهارده هو مسلسل مربي العز، واللي هيكون من بطولة عباس النوري وأمل عرفة، والمسلسل هيكون من تأليف معين صالح ومن إخراج راشا شربتجي. والمسلسل اللي بعديه معانا النهارده هو مسلسل سلسلة عشاء الخريف، وهيكون من بطولة محمد الأحمد وأيمن زيدان، وهتدور أحداث المسلسل ده حول قصة ثلاث شباب مناضلين بيحاولوا التغلب على ظروف الحياة بحزمة من التحديات في مختلف ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية. والمسلسل ده هيكون من المسلسلات الدرامية اللي بتناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية في المجتمع السوري، والمسلسل هيكون من إخراج جود سعيد. والمسلسل اللي بعديه معانا النهاردة هو مسلسل للموت الجزء الثالث، وهو هيكون من بطولة ماجي بوغصن ودانييلا رحمة، والمسلسل ده هيكون استكمالا لحياة طفلتين بيعيشوا في ملجأ، والجزء الأول من المسلسل ده كانت أحداثه بتدور في هذا الإطار، أما في الجزء الثاني بقى أحداثه هتكون عن حياة الفتيات في مراحل الشباب، وتتوالى فيه الأحداث الشيقة. والمسلسل هيكون من تأليف نادين جابر ومن إخراج فيليب أسمر. والمسلسل اللي بعديه معانا النهارده هو مسلسل سلسلة على قصدير ساخن، وهو هيكون من بطولة باسم ياخور وعبد المنعم عميري ونظلي الرواص، وهتدور احداث المسلسل حول عدة قضايا تختص بالخلافات الاجتماعية التي تتعرض لها الاسرة السورية. والمسلسل الاخير في حلقتنا النهاردة هو مسلسل عنبر 6، واللي هيكون من بطولة صبا مبارك وسلاف وخرجي، وهتدور احداث المسلسل ده حول مجموعة من القصص الخاصة بالسجينات بعد نشوب حريق هائل في السجن. والمسلسل هيكون من تأليف وسيناريو وحوار سمر طاهر وإيرين يوسف، وبرضه هتشارك في كتابة المسلسل ده هند عبد الله ومنى سعيد. وبكده اعزائي المشاهدين نكون اتعرفنا على قائمه المسلسلات السوريه اللي هتتعرض في الموسم الرمضاني 2023. اكتب لنا تحت في الكومنتات وقول لنا انت هتتابع اي مسلسل من المسلسلات اللي اتكلمنا عنهم النهارده دول. وبكده تكون انتهت حلقه النهارده. اما عن دلوقتي فسلام.